بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص أجهزة العرض، تكنولوجيا أجهزة العرض، سأتحدث للتكملة عن الـ LCD Cell Construction أو بناء الخلية البلورية السائلة، عملية بنيتها. طبعا هو غالبا ما نستخدم معها الخلية البلورية السائلة، نستخدم معها الليدز لايت ايميتنج دايود، وتشترك هي مع الليد في بعض الصفات، منها أنها ترسل الضوء أو تمنع من خلال استخدام هذه الخلية السائلة، وهي تحتاج فيها إلى فصل الضوء إلى عدة مكونات. طبعا فصل الضوء يعني الضوء الأبيض نسقطه بهذا الشكل ونقسم لهذه الألوان. الألوان الأساسية الأحمر الأخضر والأزرق هي الـ RGB كالر فلتر المعروفة. غالبا ما يوضع بين ما توضع مادة الليكويد كريستال أو الخلية البلورية أو الخلية البلورية السائلة، هنا يوضع بها بين طرفين، بين بولارايزرز، بين مستقطبين، كل واحد موضوع في جهة، واحد أسفل وواحد أعلى. غالبا ما يوضع بينهما بحيث أنه يعمل على تنسيق الضوء الذي سوف يعبر. طبعا أيضا نؤكد على أن هذا ما يكون طوله غالبا الليكويد كريستال 10 مايكرومتر، غالبا ما يكون طول 10 مايكرومتر للحصول على الدقة المناسبة. ومن خلال تسليط الضوء عليها بهذا الشكل، لاحظ باك لايت، هذا هو الضوء الذي يمر هنا بداية، هذا الباك لايت يمر، الضوء الأساسي يسقط هنا. عند سقوطه على البولارايزر مستقطب، تحصل عملية الاستقطاب عمودي أو أفقي أو في زاوية بينهما، يرسل عبر البلورة بهذا الشكل، يكسب اللون الموجود هنا، ثم في البولارايزر الآخر حتى يعطيني شكل الرسمة النهائي وفقا لهذه الرسمة. أيضا هنا Transparent Electrocode أو Pixel Electrocode، غالبا ما يصنع من مادة الإنديوم تن أوكسايد، وأيضا بعض المواد الأخرى تشترك في الصفات الموجودة هنا. لابد لنا من التأكيد على أن كلا المستقطبين يجب أن يكونا بزاوية مقدارها 90 درجة. عندما يوضع بهذا الشكل، توضع هنا عندي هنا مرشح الألوان، يوضع عند مستقطب الخرج بهذا الشكل، يوضع عندنا يوضع في الأسفل حتى تكسب العملية في النهاية، شكلها النهائي. هذا طبعا هذه غالبا ما كانت فكرة عمل أجهزة التلفاز القديمة، لكنها حاليا طورت لاستخدام في الشاشة LCD. غالبا ما تكسب الألوان هذا اللون عندما تكون الزاوية أقل من 90 درجة. إذا كان الفرق الزوايا بينهما تاما، بين المستقطبين 90 درجة، فإن حالة استقطاب وفقا لقانون مالوس الذي درسناه في مادة الفيزياء الجامعية 2 3 عفوا، الاهتزازات والموجات التي تقوم بتدريسها أنا على القناة، قلنا بأن زاوية 90 درجة لا يحصل عندي عبور الضوء. فغالبا أو يمكن أن تعمل الشاشة LCD كضوء كشاشة معتمة لا وجود ضوء فيها، تعمل لأنه عندي حالة الاستقطاب 90 درجة، حالة الاستقطاب الفرق بينهما 90 درجة. إذا نحن نتحدث في هذه الحالة عن عدم نفاذ للضوء عبرها. إذا هنا أيضا يحدث عندي أيضا عمل البنية كونستركشن فيو في LCD. ها هو طريقة عمل الـ LCD غالبا بهذا الشكل، أو الباك لايت، لايت جايدنج بليت، ها هو اللايت جايدنج بليت، أو هو دليل موجه الموجة، برايتنس انهانسينج فيلم ديفيوزر بليت، يخرج إلى هنا، يضع هنا على ستريتش ايديان دوب
بي في اي، هنا المدى بولارايزرز المستقطب، هنا يوجد عندي طبعا الزوايا المختلفة لكل كريستال لايرز، ها هي لاحظ موضوع بأشكال مختلفة، هنا عندي الكالر فلتر، هذه هي لكل كريستال، هذه الخلية لكل كريستال، هنا عندي البولارايزر، هنا عندي البولارايزر الآخر، أنت ريفلكتيف لايرز، هنا البولارايزر، وهنا يحصل عندي فرونت أوف ديسبلاي مقدمة شاشة العرض. هكذا ترتب ال LCD الليكويد كريستال سيلز، ترتب بهذا الشكل الماينتمنت لاير ليكويد كريستال لاير، توضع هنا الألوان، الألوان الرئيسية RGB كما هو معروف، ريد جرين بلو، هاي هي الألوان الرئيسية، بقية الألوان بحسب الزاوية سوف تكتب لنا عبارة عن خليط بين هذه الألوان، بقية الألوان 90 درجة يحصل عندي اللون الأسود اللون الكامل، فعلى هذا الشكل تبنى الخلية. إذا أحبتي كان هذا الفيديو الحديث أيضا مرة أخرى عن بنية الليكويد كريستال سبلاي أو ال LCD، أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، هتبقوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة، شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.